سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الاحوال ديالكم مزيانه وصحتكم حتى هي مزيانه يا ربي. الفيديو ديال اليوم ما كنت عول عليه، ما كنت غادي نديرو نهائيا. كما شفتوا البارح فاش درنا اللايف قلت لكم اليوم راه عندي رونديفو مع الطبيبه، وكنت فرحانه اني زعما غادي نمشي نشوف الطبيبه، وقلت كنقول واخيرا واخيرا وصل الرونديفو ديالي. ما غنمشي نشوف شنو كاين، غنهضر معاها غنقول لها كاع داكشي اللي انا باغا نقول وغنطمئن واحد شويه. المهم ما كتعبش الصراحه، ما كتعبش البارح ما هضرتش معاكم. المهم البنات اللي كانوا في اللايف راه غادي يعرفوا الموضوع. كنت قلت لكم راه نهار حد في الصباح عيطوا ليا قالوا لي راه التيست ديال النهار الثاني اللي صيفطتي راه خرج بوزيتيف، يعني فيا الكوفيد. وكنت زعما ما واخداتش القضيه بجديه، قلت زعما داز عليها شحال والتيست وقتها صيفطو السيمانه الفايته ويلاه زعما يلاه عاد هضروا معايا. المهم عيطوا ليا وما ابل. المهم فساليت معاهم وداكشي. كنت كنساين ان غادي يجيني ايميل، غادي يجيني ميساج، ولا غادي شي ابل اخرى يقولوا ليا زعما راه خصك تحجري. ما جاني حتى شي حاجه، هما فقط الشركه اللي شريت منهم الكيت هما اللي عيطوا ليا قالوا لي راه شنو راه بوزيتيف. ما قالوا لي لا جلسي في الدار لا حتى شي حاجه نهائيا، حدهم قالوا لي النتيجه وصافي قطعوا. المهم قلت انا الاثنين في الصباح، لا غد ليه كانت الاثنين في الصباح، قلت راه غادي نفيق لقى التليفون ديالي عامر ب ما ضروري ما كيصيفطوا ايميل كيعيطوا ليك ولا ميساج ولا هذا والو، ما صيفطوا لي حتى شي حاجه. صافي بقيت انا يا عادي. في العشيه درت معكم اللايف وقلتها لكم، وشي وحدينات البنات من المتتبعات قالوا لي راه خصك تزيدي 10 ايام، وقلت لهم لا راه ما كاين حتى شي واحد قال لي حتى شي هضره، ما علموني حتى بشي حاجه. المهم البنات جلست معكم كنهضروا حتى شي 5 ولا ما عاد 6 والله ما عقلت، ديك 8:30 ها هما بداو عاد سالاو ليا. المهم صيفطوا ليا ميساج، صيفطوا ليا ايميل. انا غنخلي لكم هنايا هذا السيرتيفيكا اللي صيفطوا ليا باش قالوا ليا راه كنتي بوزيتيف. كما كتشوفوا دابا في السيرتيفيكا قالوا ليا راه الفيروس ديتيكتي وراكي بوزيتيف وراه خصكي تحجري من تزيدي 10 ايام من النهار اللي صيفطتي لينا فيه التيست. المهم انا صيفطت لهم التيست نهار 12 في الشهر، يعني زيدي عليها 10 ايام، زيدوا عليها 10 ايام يعني 22 عاد ممكن انا نخرج، ولكن ماشي 100%. علاش؟ حيت كنساين الريزلت ديال نهار الثامن راني صيفطتها، ومازال لحد الان مازال ما صيفطوش ليا النتيجه، يعني غادي نجلس في الدار حتى تجيني النتيجه ديال نهار زعما التيست ديال نهار الثامن. وصافي طلع ليا الدم البنات، صافي تعصبت. نقول لكم شي اكثر حاجه تعصبت عليها ماشي الخروج، هي الرونديفو ديالي ديال الطبيب. ايوا صافي صبحت اليوم في الصباح كنعيط للجي بي، راكم عارفين كتسيني شي ساعه ولا ساعه باش يجاوبوك. عيطت لهم قلت لهم شنو كاين، راه التيست ديالي خرج بوزيتيف وراه ميمكنليش نجيو هذا. قالت لي راه غادي نقول للميدوايف تعيط لك ابيل وهذا، ما غير تعيط لك وهذا، ولكن انا عارفه العيط ماشي هو انك تمشي. واخا تعيط لي واخا تهضر معايا في التليفون ما تقدري حتى شي حاجه من غير مقارنه مع انني نمشي ونوريها زعما الاوراق ونهضر معاه وهذا، راه اتصال ما غادي يفيدني حتى بشي حاجه، يعني ما غاديش. صافي البنات هادشي اللي كاين كتبها عليا الله، هانتوما كما كتشوفوا كيفاش الواحد كيكون بروغرامي وكيفاش كيخرج كتكوني في بلان وكتخرجي في بلان. تنقول لكم عرفتوا ما عرفتش كاع البلان ديالي تقلبوا، حق الله البنات عرفتي تعصبت اليوم بزاف. دابا راه داك رونديفو فاش تعيط لي عاوتاني فاش غادي نسالي الحجر، شوف فوقاش غادي نساليه، ما عرفاش ممكن ساين دابا على حساب التيست ديال نهار الثامن. يا ربي يا ربي يخرج نيجاتيف، الا خرج نيجاتيف راه بقات لي يومين نخرج، الا خرج بوزيتيف عاوتاني يزيدوني واحد 10 ايام واحده اخرى. عرفتي صافي نفسي ديالي محطمه بكثرت ما انتي كتشوفي باغا توصلي لواحد الحاجه، باغا ديري واحد الحاجه وما قداش بحال دابا مكتفيني، باغا غير فوقاش نشوف الطبيبه وقتاش نهضر معاها وقتاش نشوف زعما هاد الحاله اللي عندي.
الساعه والو، سيرتو سيرتو دابا هاد الجنب هذا ديما كما قلت لكم كيبقى يتنفخ عليا، بغيت زعما نمشي نداوي. الساعه نتوما كتشوفوا دابا ما يمكن ليش نخرج. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كتب عليا الله، وكنتو قلتوها ليا البارح في الهدف تعاليق ساعة، انا كنت ما واخداش القضيه بجديه. قالت لي وحده فيكم قلتوا لي راه غادي يزيدوك 10 ايام ساعة داكشي نيت لي كاين. صافي اختكم دابا جالسه في الدار، غادي كنساين الطبيبه تعيط ليا، واخا قلت لكم العيط ماشي هو انه كيتمشي نهائيا، غادي نهضر معاها وكلشي، ولكن ما غادي نستفد حتى شي حاجه. يعني هي غادي دير لي عليها وصافي، غدوز الحصه معايا وصافي، ولكن انا ما غاديش نرتاح. المهم، واليوم في الصباح عيطوا ليا الانيشيس، كيهضر معايا، تصوروا البنت كيهضر معايا شي 25 دقيقه هو كيهضر معايا. قال لي في الاول، قال لي راه شنو راه لابيل غتكون طويله. قلت له اوكي مرحبا وهذا. المهم كسولني، دار لي الاسئله ديال الاف بي اي، صوروا معايا الاسئله ديال الاف بي اي، كاين شي سؤال خطر لكم على بالكم ما سولنيش؟ وين كنتي؟ وين مدينه من جيتي؟ واش من طياره خديتي؟ النمبر اوف لايت اللي جيتي فيه؟ شكون جا معاك؟ شكون وصلكم من المطار؟ شكون راه زين اوكي ام كامين. شكون وصلكم من المطار؟ شكون جاب لك الماكله في الدار؟ شنو هما الاعراض اللي حسيتي بهم وداكشي؟ الحمد لله البنات، راني قلت لكم البارح في اللايف بالنسبه للبنات اللي كانوا، راني عاودت لهم، ولكن الحمد لله بالنسبه للاعراض اللي جاوني، يومين كنت عيانه فيهم، كنت كنحس بني فيه مسدود، ما قدرتش نتنفس مزيان، مشى لي الشم بوحدو واللي مشى ليا، حسيت كنحس براسي كيضرني وهذا، بحال قلت روح عادي، ولكن التنفس ديالي كان قليل. هادشي كله قلتو ليه في داك الاتصال. وخديت لا فيتامين سي والزنك، هادو جوج حاجات خديتهم. هذاك الزنك خرجوا لي الطبيب اللي دوس عنده في مراكش، هو اللي خرجوا لي مع داك التريتمون وداكشي، صافي خديته ولا فيتامين سي، هادشي اللي خديت صافي. المهم بعد يومين وليت بخير وعلى خير الحمد لله، ولكن الشم رجع ليا غير بواحد النسبه قليله، مازال ما كنشمش 100%، كان مشى ليا الصوره البنات، كان مشى ليا الزيرو زيرو، ما كنشم حتى حاجه نهائيا. والاول مره في حياتي كيمشي ليا الشم لهذيك الدرجه، موالفه كيمشي، راكم عارفين في الرواح كيمشي لنا الشم، ولكن ما كيمشيش لهذيك الدرجه ديال ان الزيرو ما كتشمو حتى حاجه. كما قلت لكم رجع ليا بواحد النسبه، مازال ما رجعش 100%، والتنفس ديالي مره كنحس به ماشي هو هذاك، ماشي طبيعي 100%. صافي هاد جوج حاجات. قال لي زعما واش بغيتي، هذاك اللي كنت كنهضر معاه في ابيل الصباح، قال لي واش تبغي شي هذا مساعده، شي سيبورت من عند البلديه، ما نهضر معاهم وداكشي، يقدروا يجيبوا لك الماكله، يقدروا يجيبوا لك الدواء، يقدروا اي حاجه. قلت لي لا الحمد لله بخير، انا اصلا حامله وما يمكنليش ناخذ حتى شي دواء، وانا راه زعما بخير الحمد لله. قال لي صافي اوكي. المهم سولني على كل شيء البنات، هادشي اللي كاين صافي. من بعد ما قطع هو جاني عاوتاني ميساج، قالك انتي تاكدي انك خصك تجلسي في الدار وهذا، المهم داروا لي السجن. عطي هذوك لي ميساج ودوك لي زيميل كل مره كيوصلوا صافي كتخلعي، ولي زابيل عيط ليا هذا اللي دابا هضرت معاك، كما قلت لكم عاد هضرت معاه، لقيت لابيل ديالو مع 8 الصباح، والله كنت دايره سيلونس وما كون فيقني مع 8 الصباح. ايوا صافي يا البنات، هادشي اللي كاين دابا، اختكم جالسه وصراحه انا ما ماشي قانطه من هادشي اللي عطاني الله ولا شي حاجه نهائيا، بالعكس الحمد لله الحمد لله على كل حال، بالعكس كنقول الحمد لله ما جاتنيش زعما قاصحه، دازت مزيانه، واخا كما قلت لكم داك اليومين دازت عليا، ولكن من بعد بخير بخير الحمد لله، زعما مقارنه مع الناس اللي كتجيهم صعيبه الحمد لله. والحاجه اللي مديرونجاني يعني هي هذاك الرونديفو ديال الطبيب، هو اللي كنقول لي فوقاش نمشي للطبيب. الساعه نتوما كتشوفوا دابا ما كاين لا رونديفو لي شي حاجه، وكنت قلت لكم البارح فرحانه وكنهضر معاكم، قلت لكم غدا عندي رونديفو، غادي ندير لكم فيديو وغنقول لكم شنو قالت ليا وهذا. الساعه ما كتبش البنات، هادشي اللي كاين دابا غادي نساين. عندي يومين اصلا باقا ليا في الحجر، وفي هاد اليومين هادو غادي توصلني الريزلت ديال نهار 8، حيت صيفطو دابا 3 ايام مازال ما ردوش عليا، كيتعطلوا ما عرفتش كيتعطلوا، نورمالمون راه نهار ولا يومين خصهم
يصيفطوا لي ساعه كيتعطلوا كما قلت لكم. في هاد اليومين هادو غتوصلني الريزلت ديال نهار 8، يعني غادي نعرف راسي واش غادي نزيد هذيك 10 ايام اخرى ولا لا. ومن الا كانت 10 ايام اخرى راه صافي 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 صافي، نفسي ديالي محطمه. هادشي اللي كاين البنات، وما هذا هو الجديد. اختكم راها جالسه قلتوا لي البارح خدي الليمون الحامض والماء، راني خديته هاد الصباح هذا. والحمد لله الحمد لله كما قلت لكم، بحمد الله ونشكره على انه جاتني خفيفه. وهادشي اللي كاين البنات، يا ربي يا ربي تحيد علينا هاد الوباء يا ربي، وتشفي كاع المرضى المسلمين يا ربي، واللي عنده شي حد عزيز عليه مريض يا ربي تشافيه، وكاع البنات اللي كيشوفوني يا ربي اللي فيها شي اللي فيها زعما مريضه ولا شي حاجه يا ربي تشافيها. وكما قلت لكم يا ربي تحيد علينا هذا الوباء لحق الصافي، ولا قسما بالله تعينا عينا عينا بزاف. عرفتي عرفتي البنات، كنبقى شي مره كنبقى نفكر كنبقى نقول ما كاينش شي واحد ما دازتوش، ما كاينش راه يعني صافي العالم كامل دازتو. كاين اللي كتجيه قاصحه، كاين اللي كتجيه ما قاصحاش، كاين اللي كيعيق بها، كاين اللي ما كيعيقش بها. المهم راه دازت كلشي، ما كاينش اللي ما دازتوش، حيت ما يمكنش انك تحضي من شي حاجه اللي ما كتبانش، حاجه ما كتبانش. يعني واخا تعيي ما تحضي تعيي ما ديري في الماسك الوقايه والو. راه دابا انا فاش كان كيهضر معايا هذاك في التليفون الصباح قال لي زعما شنو كتظني من جاتك هذا، قلت ليه ما عرفتش شنقول ليك انا. قلت ليه انا كنت في عطلة، قلت ليه في الايام الاخيره قلت ليه كنت في اوتيل، مشيت للبيسين، درت في السونتر فيل، قلت ليه نهار مشيت درت بي سي ار، مشيت لك اللابو، قلت ليه مشيت النهار ديال المطار، قلت ليه ما عرفاش انا راسي فين. يعني صحابو راه غادي نعرف انايا، كنت انا عارفه هذيك البلاصه اللي جبت فيها الفيروس، عارفه راه فيها الفيروس، ما غاديش نمشي ليها، ما غاديش نقيس هذيك الحاجه، ما يعني سؤال بليد. هادشي اللي كاين البنات. المهم يا ربي ادعيو معايا يا ربي يا ربي يا ربي عافاكم البنات، اللي ما ادعيو معايا وقولوا في خاطركم يا ربي هذاك التيست ديال شهر 8 ما يخرجش بوزيتيف حتى هو، لحقاش باغا نشوف الطبيبه. هادشي اللي كاين البنات، الله يوفق راسكم، كنبغيكم بزاف بزاف، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي.